وهذا سائل يقول: اعتمرت بطفلي الصغير الذي عمره عام فألبسته مخيطا لأنه مريض، فقيل لي: أنت مخير بين الصيام والصدقة والنسك، فهل يجوز أن أصوم عنه؟ اي نعم، أنت المسؤول عنه، أنت اللي أحرمت به، أنت اللي وهو ما عنده عقل ولا تمييز، أنت المسؤول عن كل ما يحصل له من خلل. نعم، ومنه الفدية عليك. نعم.